نادي الزمالك بيخسر وصافة الدوري قبل النهاية بأسبوعين بعد التعادل سلبيا مع وادي دجلة النهارده في مباراة كانت صعبة فنيا على نادي الزمالك في معظم دقايق اللقاء. طبعا نادي الزمالك اكيد المركز الثاني بيهمه عشان يكون ضامن فكرة التأهل لدوري ابطال افريقيا السنة الجاية. هو طبعا عنده اوبشن تاني ان مسألة انه يكسب دوري ابطال افريقيا السنة دي يأهله برضو كحامل اللقب، ولكنك لما بتفنش وصيف يعني بيبقى أأمن منك تنتظر لسه لموضوع الفوز بدوري الابطال. ولكن نادي الزمالك النهارده عانى كتير قوي في الشوط الاول وفي النص ساعه الاولى من الشوط الثاني امام اسلوب وادي دجله اللي كان ممتاز جدا جدا في مساله الاستحواذ، وكان ممتاز جدا في مساله تناقل الكره واختيار مراكز اللاعبين في نص الملعب. وربما يكون نادي الزمالك استفاد في الربع ساعه الاخيره من الوقت الاصلي يعني، وكمان نضيف عليهم 7 دقائق حسب وقت بدل ضايع في الشوط الثاني من فوزه او انتصاره بدنيا. نادي الزمالك كان بدنيا افضل في اخر تلت ساعة من المباراة اذا حسبنا الوقت بدل الضايع، في حين نادي وادي دجلة كان يعني انهك تماما، لعيبته تعبت جدا 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 وما كانوش قادرين فعلا يجروا في الدقائق الاخيرة. طيب تعالوا مع بعض نشرح على البورد ليه فعلا وادي دجلة بيلعب كرة ممتعة، يعني فعلا ليه وادي دجلة الناس بتشوف الطريقة بتاعته يعني حتى الموسم اللي فات طريقة بيتنقل فيها الكرة بسهولة، اللعيبة تحس ان هم فعلا بيباصوا الكرة بأريحية كبيرة جدا. ايه السر اللي عند وادي دجلة اللي بيخليه يؤدي الاداء ده خصوصا قدام فرق يعني هو لعب الاداء ده قدام الاهلي وقدام الزمالك بشكل جيد جدا وحتى قدام بيراميدز وبيقدر يتنقل الكرة بشكل جيد جدا جدا وصعب جدا على مدافعي الاهلي او الزمالك او بيراميدز هم كانوا يستخلصوا الكرة من لعيبة وادي دجلة بسهولة. على البورد طبعا اكيد باتشيكو لعب بالطريقة المعتادة بتاعته اللي احنا قلنا ما بيغيرهاش، والراجل مش عايز يغير في وقت الحالي، هو مكمل زي ما كان كارتيرون بيلعب بيه 4-2-3-1، والكرات العرضية ما زالت مستمرة مع نادي الزمالك، وعشان كده ما بنشوفش يعني اجادة او افشنسي كبيرة. ليه؟ المصطفى محمد دايما بيلعب لوحده، يعني فكرة برضه انك تلعب عرضيات زيادة على اللزوم وانت بتلعب بمهاجم صريح وحيد دي طبعا بتقلل مسألة ان انت تقدر تهدد مرمى المنافس. لكن على الناحية التانية وادي دجلة لعب بيه 4-1-4-1، بس هي الفكرة في وادي دجلة مش في رصة الفريق في أرض الملعب، لا هي الفكرة فعلا في التحركات وعقلية الفريق في استقبال الكورة فعلا مميزة ومختلفة تماما عن بقية فرق الدوري. وحتى بصراحة يعني وانا بتابع الماتش ومركز معاهم بحاول افهم هم ازاي بيظهروا لبعض، وفعل التناسق في التوقيت بتاع التمرير وبتاع التحرك بيعملوه بشكل مميز جدا. تعالوا نبدأ مع بعض كده من الشوط الاول، والبداية اللي كانت لصالح وادي دجلة ولحد ما كان عندهم اعتقد انفراد ان هم يحرزوا منه هدف، وكمان كان عندهم كره خطره كره عرضيه اتلعبت بس ما قدروش يجيبوها هدف. طيب وادي دجله ايه ميزته فعلا في مساله التمرير؟ يعني احنا عارفين وادي دجله بيبدا البيلدنج اب من عند عبد المنصف. اذا افترضنا ان الزمالك كفريق كبير والنادي الاهلي كفريق كبير دايما بيطبق الضغط بطول الملعب، فلعيبه زي وادي دجله المساكين بيستلموا الكوره من داخل منطقه جزائهم. تخيلوا نادي وادي دجلة كل لعيب بيجي مرة الكرة بيلاقي عنده اختيارين او حتى في بعض الاحيان 3 اختيارات للتمرير، يعني في لعيب بيظهر له هنا وفي لعيب بيفتح له بيعمله ستريتش للملعب وفي لعيب ممكن يلعب هو من بين الخطوط يقف له هنا. فاللعيب اللي حامل الكرة بيبقى عنده كذا خيار للتمرير. طبعا نادي الزمالك بطبعه عايز يستخلص الكرة اقصى سرعه، ولكن ربما يكونش لياقه بدنيه في الوقت الحالي مثلا زي الموسم اللي فاتح، برده ما زلنا متاثرين شويه بموضوع العوده من بعد كورونا. بس نادي الزمالك كان بيحاول يطبق الضغط العالي في بدايه المباراه بس بشكل لحد ما عشوائي. فطبعا الضغط العالي العشوائي لما يتعمل قدام فريق منظم على طول الفريق ده كان بيطلع بالكره بسهوله جدا. فمثلا يعقوب مثلا الباك الشمال كان بيعمل حركه حلوه قوي 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 في استلام الكره، اول ما الكره يستلمها بيعمل ايه بقى؟ ممكن لعيب نادي الزمالك لما بيضغطوا عليه بيستنون هو يعمل الوان باس على طول، لا الراجل بيستلم الكره بيحجز عليها بشكل كويس جدا جدا جدا،
وكل لعيبه وادي دجله سواء في الدفاع او في خط الوسط بيعملوا فينت بجسمهم، بيديك الايحاء ان هو يروح يمين ويروح شمال، المره اللي بعديها يوحي لك ان هو يروح شمال ويروح يمين. الفينت ده اتعمل من ياكوبو كتير قوي 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 قوي، وعلى طول محمد عبد العاطي واحد من نجوم خط وسط وادي دجله السنه دي بيظهر دايما في المنطقه دي، فدايما اللي بيتفرج على المباراه يحس لعيبه وادي دجله في نص الملعب كتير. ليه؟ لان هم قريبين جدا من بعض، اللعيبه قريبه قوي 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 من بعض. لك انت تتخيل الكره طالعه من هنا اهو بتوصل محمد عبد العاطي بياخد الكره بيتدرج بيها، وطبعا نادي الزمالك ما زال هو بيحاول اللعيبه تضغط حامد ومحمد حسن في وسط الملعب، وبرده محمد عبد العاطي برده من افضل لعيبه وادي دجله بيعملوا الفينت اللي انا بقول لكم عليه ده. واللي يحب يتفرج على وادي دجله مثلا بعد كده ابقوا ركزوا على اللاعب اللي بيستلم الكوره وشوفوا هو بيستلم الكوره فعلا ازاي، على طول موضوع الفينت ده بيعملوه كتير قوي، ان هو بيخيل لك انه هيعمل حاجه ويعمل حاجه مختلفه ما تجيش على بالك. وبالتالي نادي وادي دجله كان بيقدر يطلع بالكوره، واول ما يوصلوا للمساحه دي على طول بتلاقي اربع لعيبه على طول كله بيجري، كله بيجري قدام، اللعيبه كلها طالعه باقصى سرعه، بيتحولوا من مساله الدفاع للهجوم بسرعه بالغه. ده الامر بيخليهم في هجمات كتيره يروحوا قدام نادي الزمالك بنفس العدد. يعني ايه؟ يعني رايحين 5-5، رايحين 4-4، رايحين حتى 5-6. الشكل ده دايما بيخليك وانت بتتفرج على المباراه حاسس ان في خطوره في الهجمه، في مشكله ممكن تحصل. ليه؟ لان ببساطه لو اللاعب ده دخل وخد الفول باك معاه فضى مساحه للوينجر ان هو ياخدها، وبالتالي كل هجمات وادي دجله واللعيبه دي عندها لياقه قدام فريق بيطبق عليهم الضغط العالي بيقدر ان هم يخلقوا خطوره. طيب ايه ممكن يحصل لهم مشكله لو هم بيلعبوا فريق بيعمل الزون ديفنس؟ ليه؟ لان الزون ديفنس انت ما عندكش ادنى مشكله خالص انك تسيب وادي دجله يلعب الكوره في نص ملعبه زي ما هو عايز، لكن المشكله فعلا انك تعمل له الزياده العدديه في نص ملعبك. وطبعا الامر ده ممكن يعني فرق كبيره زي الاهلي والزمالك وبيراميدز ما يعملوهاش، ربما تكون يعني تفادهم اكتر، بس يعني شكل النادي انا فريق كبير عمري ما هعمل معاك زون ديفنس وهسيبك تمسك الكوره اكتر مني لوقت طويل. ده برده اكيد مفيش مدير فني للاهلي او الزمالك او بيراميدز في الوقت الحالي هيوافق او هيقبل انه يعمل ده. وبالتالي نادي وادي دجله في الشوط الاول الى حد ما كان هو صاحب الهجمات الخطره على نادي الزمالك. نادي الزمالك ما فاقش من البدايه المفاجاه، او مش المفاجاه يعني البدايه الشجاعه لنادي وادي دجله غير لما عدى تلت ساعه وبدا نادي الزمالك يبدا يمسك كوره ويبدا يلعب طبعا اللعب المعتاد بتاعه اللي احنا اتفقنا عليه، ان انت على طول بتحاول تفضي المساحه على الجناب وترمي الكوره العرضيه بعد ما يعني لحد ما في بعض الاحيان كاسونجو يخش جنب مصطفى محمد، لكن دي كانت نادره ما بتحصل الشوط الاول لان ما كانش فيه قدره كبيره على ايصال الكوره للاطراف في الشوط الاول، بسبب برضو ان نادي وادي دجله في الناحيه الدفاعيه كان بيضغط باثنين لعيبه، فكان بيقلل من وصول الكوره لمصطفى محمد اللي كان غايب جدا 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 خلال المباراه، وكان بيحاول على طول ان هو طبعا ينزل بره منطقه الجزاء. اداء نادي الزمالك لحد ما كان رتيب شويه مباشر، بس انا برضو عاذر باتشيكو جدا ليه؟ انه ما يقدرش يعمل اي حاجه جديده في الوقت الحالي، ما تقدرش انك تغير اسلوب اللعب، ما تقدرش انك تعمل حاجه مختلفه على اللي كان بيعملها كارتيرون، لان اللعيبه لغايه ماتش الرجاء اللي هو احنا بنتكلم اللي هو اقل من 10 ايام دلوقتي مش هيقدروا يستوعبوا الفكر الجديد ده في الوقت القليل. وبالتالي الشوط الاول لحد ما كان ما فيهوش هجمات خطره نادي الزمالك، يعني نادرا ما شفنا هجمه خطره على محمد عبد المنصف في الشوط الاول، الهجمات كانت بسيطه جدا، ربما كانت هجمه نادي وادي دجله في بدايه المباراه هي الاخطر. الشوط الثاني اكيد نادي وادي دجله اتاثر بالتغييرات وطبعا الجهد البدني، نادي الزمالك بدا فعليا يمسك الكوره هو الطرف الاخطر تماما من الدقيقه 30 بعد ما نادي وادي دجله خلاص الباور اللي عنده خلص، البنزين خلص تماما. ده احنا بنتكلم على فريق طول المباراة قاعد بيعمل الشرح اللي انا شرحته لكم في الاول، فده بيستهلك البنزين بتاعه بسرعة، استحالة للفريق ده يقدر يكمل يلعب رتم مباراة 90 دقيقة قدام نادي زي كبير زي نادي الزمالك بالرتم ده صعب جدا. وبالتالي اول ما جه الكول بريك في الدقيقة 75 بقى نادي الزمالك بعديه يفوق، بقى نشوف نادي الزمالك هو اللي بيهجم، ولقينا فرقة وادي دجلة كلها رجعت نص ملعبها ومبقاش اي حد يقدر يضغط من قدام باستثناء بس مروان حمدي المهاجم المزي كان بيحاول يعني يعمل شويه مشاغبات هنا يعني، بس طبعا مستحيل لوحده يقدر يعمل حاجه. وبالتالي
الربع ساعه الاخيره الزمالك بدا يبحث عن الانتصار طبعا عشان يقدر يحافظ على المركز الثاني. نادي وادي دجله ما كانش هيزعل خالص ان هو يتعادل، مفيش مشكله ليه، لان كان طبعا نادي حرس الحدود اتغلب في المباراه اللي قبليه، فكان التعادل برده نقطه مهمه له. وبالتالي الزمالك فضل مكمل على الاسلوب اللي قلت لكم عليه، الهجوم من الاطراف. طبعا نزول عمر السعيد دخل عمل دويتو مع مصطفى محمد داخل منطقه الجزاء. عمر السعيد ما بيعملش دور كاسونجو، كاسونجو بيبدا من على الطرف وبعد كده تدخله في منطقه الجزاء لما تلعب الكره العرضيه من الجبهه المضاده. لكن عمر السعيد اول ما نزل خلاص كون الجبهه الهجوميه مع مصطفى محمد، وبالتالي بدأنا نلعب على الكرات العرضيه اللي عمر السعيد منها من واحده خطف الهد اللي عبد المنصف بصراحه عمل ريفلكس، عمل رد فعل ممتاز بالنسبه لحارس طبعا عنده 43 سنه انه يعمل ريفلكس بالمنظر ده. وفين في الدقيقه 94 كان تصدي اكثر من رائع، ولكن كانت ربما هي دي اخطر هجمه لنادي الزمالك في الشوط الثاني، وبرده جت من الاسلوب بتاع الكرات العرضيه. ممكن كاجمالي هجمات نادي الزمالك في مباراه ما تبقاش مشجعه وتعمل بعض القلق الشديد قبل مباراة الرجاء، ولكن اتمنى على المستوى الشخصي طبعا ان باتشيكو يبقى بيدرس الكلام ده، عشان لازم ان شاء الله قدام نادي الرجاء تغير من بعض الافكار دي انها كلها افكار بديهيه. انت هتلاعب فريق طبعا كبير جدا متصدر الدوري المغربي وقاب قوسين او ادنى من احراز اللقب، وبالتالي اللعب معاه بالاسلوب المباشر ده اكيد هيبقى مقري وسهل قوي قوي للتعامل معاه. فنتمنى ان شاء الله نادي الزمالك يقدر وباتشيكو والجهاز الفني يقدروا يغيروا بس من بعض النقاط عشان يفاجئوا نادي الرجاء ان شاء الله في ماتش الذهاب. اكيد طبعا نتيجه التعادل وضعت نادي الزمالك في مأزق خصوصا في المركز الثاني، وهنشوف طبعا يوم الحد ممكن موقف ما يكونش حصل بقاله كتير من ساعة طبعا عالم السوشيال ميديا ما طلع وكبر، وهو ان نادي الزمالك هيساند النادي الاهلي في ماتش يوم الحد، املا ان هو يعطل بيراميدز عشان نادي الزمالك يقدر يسترجع المركز الثاني زي ما قلت لكم، المركز اللي بيأهل صاحبه لدوري ابطال افريقيا برفقه طبعا النادي الاهلي اللي اوريدي خلاص حسم الدوري. ده كان تحليلنا النهارده لمباراه نادي الزمالك وادي دجله، انتهت بالتعادل 0-0، وان شاء الله اشوفكم في مباريات الاسبوع الجاي باذن الله، وطبعا اهمها مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الاحد. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.